نظمت شركة وريد سهرة البارحة بفندق الشيراتون بالجزائر العاصمة حفل تسليم جوائز الطابات 16 لمسابقة نجمة الإعلام التي خصصت لموضوع الرقمنة في الجزائر، مكتسبات، رهانات وآفاق. عرف الحفل حضور وزير الاتصال محمد العقاب ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال كريم بيبتريكي، إلى جانب ممثلي عدة هيئات وشخصيات تنتمي لقطاع الإعلام والاتصال. الطابة 16 لمسابقة نجمة الإعلام عرفت مشاركة 158 عملا صحفيا، منهم 46 عملا تلفزيونيا، 42 عملا يمثل الصحافة المكتوبة، و38 عملا يمثل البرامج الإذاعية، فيما شارك 32 عملا يمثل الصحافة الإلكترونية. هذا الموعد الإعلامي السنوي أصبح من تقاليد أريد التي تهدف من خلاله إلى جمع الأسرة الإعلامية بكل أطيافها، حيث تناولت هذه الطبعة هذه السنة الرقمنة في الجزائر، مكتسبات، رهانات وأفاق، وهو موضوع مهم ومحوري للجميع. وخلال حفل هذه الطبعة عرض فيديو حول حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني بقطاع غزة التي قامت بها شركة وريدو بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري، وخصصت فقرة بالحفل للإشادة بتضحيات الإعلاميين الفلسطينيين والترحم على شهداء المهنة جراء العدوان الصهيوني على غزة. وتم تكريم مراسل المؤسسة العمومية للتلفزيون بفلسطين وسام أبو زيد نظير جهوده في إيصال صورة عن الوضع بقطاع غزة ومعاناة سكانها. كما تخلل الحفل تكريم إعلاميين وكتاب وشخصيات رياضية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.